السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الخامس ابتدائي، موضوع الدرس الزوايا. الزاوية تتكون من شعاعين يشتركان في نقطة البداية، ونسمي الزاوية بحروف ثلاثة مثل أليف باء جيم، أو نرمز لها بالأرقام. الزوايا عدة أنواع، منها الزاوية الحادة قياسها أقل من 90 درجة، الزاوية القائمة قياسها 90 درجة تتكون من شعاعين متعامدان، والزاوية القائمة هي زاوية قياسية من خلالها نحدد أنواع الزوايا. الزاوية المنفرجة قياسها أكبر من 90 درجة. وحدة قياس الزوايا هي الدرجة. نقيس الزوايا بوسطة المنقلة، نضع مركز المنقلة على رأس الزاوية والضلع الصفري للمنقلة على أحد أضلاع الزاوية، ونقرأ التدرج الموجود على الضلع الثاني. إذن التدرج 60 درجة، إذن قياس زاوية واحد يساوي 60 درجة. قياس الزاوية اثنين، أيضا نضع الخط الصفري للمنقلة على أحد أضلاع الزاوية ومركز المنقلة على رأس الزاوية، ونقرأ التدرج في الضلع الثاني. إذن التدرج 90 درجة، إذن قياس زاوية 2 يساوي 90 درجة. الزاوية 3، نضع مركز المنقلة على رأس الزاوية والضلع الصفري على أحد أضلاع الزاوية، ونقرأ التدرج الموجود على الضلع الثاني. إذن يساوي 130 درجة، قياس زاوية 3 يساوي 130 درجة. الزاوية المستقيمة، انظر عزيزي الطالب إلى الشكل. قياس الزاوية 5 يساوي 90 درجة، زاوية قائمة. قياس الزاوية 6 يساوي 90 درجة، زاوية قائمة أيضا. إذا نجمع الزاوية 5 ويا الزاوية 6، زاوية 5 90 درجة زائد زاوية 6 90 درجة أيضا، ويساوي زاوية 7 اللي تساوي لقياسها 180 درجة، أسميها الزاوية المستقيمة. إذن الزاوية المستقيمة تساوي 180 درجة. الزاوية المستقيمة هي التي ضلعاها خط مستقيم وقياسها يساوي 180 درجة. الزاويتان المتقابلتان بالرأس، تتساوى بالقياس الزاويتان اللتان تقابل إحداهما الأخرى. زاوية واحد، زاوية اثنين، زاويتان متقابلتان. الزاويتان المتقابلتان بالرأس تشتركان في نقطة الرأس وأضلاعهما على استقامة واحدة. تشتركان في نقطة الرأس وأضلاعهما على استقامة واحدة. لنقيس الزاوية واحد، نضع المنقلة الضلع الصفري على أحد الأضلاع ونقرأ التدرج. إذن قياس الزاوية واحد يساوي 110 درجة. نقيس الزاوية اثنين نفس الطريقة، إذن قياس الزاوية اثنين يساوي 110 درجة. قياس الزاوية واحد يساوي قياس الزاوية اثنين ويساوي 110 درجة. إذن الزاوية واحد والزاوية اثنين زاويتان متقابلتان بالرأس. الزاويتان المتجاورتان، انظر إلى الشكل أليف ميم باء جيم ميم باء. الزاويتان المتجاورتان هما الزاويتان اللتان تشتركان في نقطة الرأس. الزاويتان أليف ميم باء جيم ميم باء يشتركان في النقطة ميم، وأيضا تشتركان في ضلع واحد. الزاويتان أليف ميم باء جيم ميم باء يشتركان بالضلع ميم باء. إذن الزاويتان أليف ميم باء جيم ميم باء زاويتان متجاورتان. الزاويتان المتكاملتان هما الزاويتان اللتان يكون مجموع قياسهما 180 درجة.
يكون مجموع قياسهما 180 درجة. لاحظ الشكل، الزاوية أليف ميم باء، الزاوية باء ميم جيم. قياس الزاوية أليف ميم باء يساوي 50 درجة. قياس الزاوية باء ميم جيم يساوي 130 درجة. مجموع قياسهما 50 درجة زائد 130 درجة يساوي 180 درجة. إذن الزاوية أليف ميم باء والزاوية باء ميم جيم زاويتان متكاملتان.